عسلامة، أنا أنس داتا أناليس في موباوب. بما أنه دخلنا في سيزون استيفال، حبينا نعطيكم فكرة على أسوام الديار الخلاعة في تونس. ألوغ نبدأ ببنزرت، وين أسوام ليزابارتمون يبدأ من 95 دينار ويوصل حتى ل 200 دينار الليلة الواحدة، بطبيعة نحكيو على ليزيس بلس 1 وليزيس بلس 2. وبالنسبة للفيلات، السوم يبدأ من 250 دينار الليلة كي تبدأ الفيلا بلاش بيسين، ويوصل حتى المليون الليلة كي تبدأ الفيلا افيك بيسين. لا تسمع في حمامات نور، ما تبعدش برشا على حمامات شوت. وتنجم تلقى بورتمان ب 90 دينار الليله، كيما تنجم تلقى بورتماني يوصل سومها 320 دينار الليله، اكونديسيون يبدا سباسيو و اوستونديك. نقعدوا في الحمامات، وين اسوام الفيليت اللي بليش بيسين نلقاوهم بين 300 دينار و 600 دينار الليله. كيما تنجم تلقى اون بوتيت فيلا افيك بيسين ب 350 دينار الليله. وكانك تحب على اللوكس، اعمل حسابك في الاسوام توصل حتى المليون و 500 في الكابون. ونلقاو الاسوام في قليبيا وحمام غزاز بريس كيف كيف، ولازمك بودجي بين 100 دينار و 390 دينار لليله الواحده باش تكري انا بارتمون. نمشيو لجوهرة الساحل سوسة، وبالتحديد في القنطاوي باش تكري انا بارتمون لازمك بودجي بين 150 دينار و 380 دينار لليله الواحده. اما كان تحب على فيلا في القنطاوي، اقرا حسابك في البودجي بين 490 دينار ومليون و 500 لليله الواحده. مسير ما تبعتش برشا في الاسوام على سوسه، ونلقاو اسوام بورتمانيت بين 100 دينار و 350 دينار الليله الواحده. والفيليت تتراوح سومهم بين 700 دينار ومليون و 200 الليله الواحده. وللعباد اللي تلوج على الكلم، هرقله نلقاو فيها اون ماجوريتي دي فيلا افيك اون فورشي دو بري انتر 480 دينار و 970 دينار الليله الواحده. وفينالمون نوصلوا للشوت، وين نلقاو من لي ديستيناسيون لي بلو فيزيتي جربة. وغادي تنجم تكلي بورتمان ابارتيغ دو 60 دينار الليلة الواحدة. كيما تنجم تلقى دي فيلا يبدا سومهم من 250 دينار ويوصل حتى ل 1300 دينار فارميتي. بطبيعة الاسوام هذوم يختلفوا سلون سوبرفيسي ستاندينغ و لومبلاسمون تاع البيان اذا كانوا قريب البحر ولا لا. وما تنساوش لي ليتود هذي بازي على لي زانونس بوبليي سور نوتر بورتاي موباوب.ان ou l'expertise de nos agences immobilières partenaires. Ou pour plus de détails, tu trouveras l'étude de Mtiana Kemla dans le lien dans la barre d'infos.